وزارة البيئة هي نقطة الارتباط مع سكرتارية المناخ العالمية، نقطة المناخ مع منظمات الدولية. استطعنا أن نوفر مبالغ من التمويل الدولي لحساب وزارات الزراعة والموارد المائية لإقامة مشاريع لتخفيف تدهور الأراضي وزيادة مرونة الفئة الحشة. تعاوننا مع العتبات المقدسة اللي تقوم بدور كبير جدا في استصلاح الصحراء وتثبيت التربة، تجارب ناجحة جدا. وبصراحة من منبركم الكريم أنا أدعو وزارة الزراعة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل بموجب المهام المناطة إلها. أقمنا مع وزارة التعليم العالي مبادرة المليون وشجرة وتعديناها الآن إلى أكثر من مليونين، والآن هدفنا المليار. تعاون وزارة البيئة مع الأمان العام لمجلس الوزراء الموقرة، وبدأنا بمشروع المليون شجرة مع الأمان العام دائرة المنظمات، وبدأنا في المدارس، وبإذن الله لدينا حملة وطنية لزيادة مستوى المعي حول أهمية الأشجار.